كنا عم نحكي مع الأستاذ رفيق لحام اللي منورنا اليوم بحلوة يا دنيا عن نعمة اللون. يعني احنا حابين تقول للمشاهدين من نعم الله. يعني بقول لو إنسان يمشي وقت الثلج لمدة نصف ساعة ويشوف كل الدنيا الشجر والأرض والهذا أبيض بيدوخ، بينما في الربيع أنت بتشوف، في ناس بيقولوا حلو هل بدنا نشوف الخضار، لكن الأخضر لو ندقق فيه أنت في حديقة يكون فيها حشيش وفيها أشجار يمكن أكثر من 500 لون أخضر بدرجاته. اللون يعني إجمالا نعمة من نعم الله علينا. الدم مثلا لونه أحمر، في ناس اللي بيشوف الدم أو هذا بيدوخ ما بيقدر يشوف الدم. كل الشغلات هذه نعم من نعم الله وبخاصة اللون. طيب أستاذ رفيق سريعا باختصار، نعم. أنا حابب أعرف بداية الفن التشكيلي في الأردن، في عمان، في الأردن المعاصر. بالأردن كله مظبوط، بقيتوا تحطوا لوحات تعرضوا عند حلاقين؟ طبعا مظبوط، مظبوط. بس خليني باختصار لحظة أقول لك، أول اثنين فنانين أجوا طبعا بالأول كان يجي فنانين مستشرقين مثل ديفيد روبرتس راح 1836 إلى البتراء والقدس وهذا رسم، كلهم مستشرقين، نعم. لكن من العرب بس انت بعد ما اجوا الهاشميين هون كان بيشتغل رئيس ديوان اسمه محمد الأنسي، اجى فنان لبناني اسمه عمر الأنسي لهون، نعم. حب الأردن فصار يرسم المواقع الأثرية والجمال والبدو، لكن اكتشف الأمير انه لغته الإنجليزية كويسة فخلاه يدرس إنجليزي للأمير طلال والأمير نايف. حلو. رسم رسمات لكن لم يدرس فن ولم يعرض، نعم. في الأردن، لكن اللوحات اللي أخذها لباريس قبل فيها وصار من الفنانين الرائعين وكرمناه بعد وفاته هون. الفنان الثاني اللي كان له تأثير كان يعيش في فلسطين، تركي الأصل، كان في السلك الدبلوماسي في باريس، أحب واحدة فرنسية وتزوجها، في القانون الدستور طبعا لازم يطلعوا من السلك الدبلوماسي إذا بياخد أجنبية، فأجى إلى فلسطين. هون كان عندنا ضابط كبير اسمه عبد القادر باشا الجندي، زوجته تركية قريبها، فقالت له تعال هون، أجا عمل أول معرض بفندق فيلادلفيا، للأسف هدوه، هذا جنب المدرج الروماني، نعم. سنة 1938 عاشق في السلط وعاشق السلط. أنا عندي لوحة واحدة لتشرفوا عندي، رسم السلط، رسم السلط وبحيرة طبرية أكثر شيء، القدس، عمان، الآثار كلها موجودة، مجموعة كبيرة سمو الأميرة وجدان أخذت حتى موجودة لوحة له في المتحف، ومن أحسن الفنانين اللي يخلط اللون. هلأ بدأنا نحن بعدين في الأربعينات عدد من الهواة ما كان فينا ولا واحد لسه رايح ومحترف. أول معرض أقيم في الأردن بسنة 48 أظن برعاية الأمير طلال، نعم. ثاني معرض، أول معرض يجمع أبناء الضفتين سنة 1951 في المنتدى العربي، نعم. شاركت فيه برضو كنا عدد من الهواة. أول معرض كبير في عهد الملك حسين كنت عامل تجمع اسمه ندوة الفن الأردني اللي هي صارت رابطة حوالي كمان 7 أو 8، لكن كان في جنس لطيف يعني، فبفتخر أنا للأردن حتى من الأربعينات يمكن كنا ثالث بلد عربي في فنانات مش بس فنانين. عملنا معرض وعطينا جوائز وقتها ولجنة التحكيم بسنة 52، ونفس المعرض ردينا أقمناه في إربد، وبدأنا انه على شغلة الحلاقين ما كان في عندنا ولا جاليري، نعم. فكنا نعرض بصالونات الحلاقين بعض المدارس وهذا، كانوا الناس تروح وبتيجي وتتفرج